للمزيد حول استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي ومصادرتها أموال المودعين في بنك التضامن، أكبر البنوك في اليمن، وأثر ذلك على الوضع الاقتصادي المتردي بالأساس، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز ين يمن الأستاذ صالح الجبري. أستاذ صالح، بداية مرحبا بك، كيف تصف قرار ميليشيا الحوثي مصادرة كافة أرصدة وودائع بنك التضامن؟ شكرا جزيلا. بداية الميليشيات الحوثي انقلبت على دولة، يعني قضية بنك التضامن الإسلامي هذا جزء من الإجرام الذي تقوم به ميليشيات الحوثي التي انقلبت على دولة واستولت على موارد وثروات الدولة منذ 2014 حتى اليوم، الجمارك والضرائب من البحر الأحمر، من البنوك الموجودة أيضا في اليمن، من البنك المركزي المقر الرئيسي في العاصمة صنعاء، وبنك التضامن هو المجموعة الكبيرة من المساهمين على رأسهم أكبر رجل أعمال في اليمن، وبالتالي لا غرابة مما تقوم به ميليشيات الحوثي والذي أوصل الشعب اليمني إلى هذه المرحلة من الجوع والفقر، والشعب بدون 3 سنوات إلى 4 سنوات تقريبا بدون رواتب، ناهيك عن الوضع الاقتصادي المتردي في الجانب الخدمات والصحة والماء والكهرباء. فحالة الشعب اليمني حالة يرثى لها في عهد هذه الميليشيات الإجرامية التي تستند إلى دعم إيران، وبالتالي لا غرابة عن ما نسمع اليوم أنهم نهبوا بنك التضامن الإسلامي الذي طبعا سيضر بكثير مما تبقى من رؤوس الأموال التي طبعا هاجرت إلى خارج اليمن. الإضرار برؤوس الأموال على هذا النحو، يعني هذه المصادرة لمصلحة من تأتي بالدرجة الأساس؟ لمصلحة ميليشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران. الحوثي الآن يرمي بآلاف ما يسمون بالمقاتلين إلى جبهات القتال، ويعودون على شكل جنائز، وبالتالي هو يسحب من أجل أن يغطي نفقات الحرب. أستاذ يعني صالح، ميليشيا الحوثي تبرر القرار بأنه تنفيذ لحكم أو أنه جاء تنفيذا لحكم محكمة، ألا يضفي ذلك شرعية على قرار المصادرة الذي اتخذته الميليشيا؟ أي محكمة؟ أي المحكمة يخاضع لميليشيات الحوثي، وكل قرارات تصدر من هذه المحكمة أو من أي قرار تقوم به ميليشيا الحوثي فهو باطل، لأنه الشرعية غير معترف بها. الشرعية تواجه ميليشيات الحوثي في جبهة القتال، الحوثي لم يعترف به أي دولة، وبالتالي أي شرعية؟ هي محكمة من قبل كلهم لصوص ومجرمين تابعين لميليشيات الحوثي، هم الذين يصدرون القرارات، هم الذين يغيرون الإدارات، هم الذين ينهبون البنوكات. فهذه جمعية أو هذه لجان أو محكمة غير شرعية وغير معترف بها، لأن الشرعية هي الشرعية اليمنية المعترف بها من قبل العالم. أما الميليشيات هذه عصابة، وبالتالي تقوم كل ما تقوم به من إجرام هي مخالفة للقانون ومخالفة للنظام اليمني، لأنها انقلبت أصلا على شرعية معترف بها دوليا. طيب فلا مصداقية ولا قبول لأي قرار يصدر من هذه الميليشيات. نعم، على ذكر الشرعية التي أو المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات في ظل هذه القرارات ومع اقتراب أغلب المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، ترى أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا وتنزلق الأمور إلى حافة المجاعة، كيف تنظر إلى تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات؟ للأسف إعلاميا هناك تذمر دولي مما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية، وحتى منظمات الأمم المتحدة أعلنت أكثر من تصريح بأن ميليشيات الحوثي هي من تنهب وتسرق المعونات التي تقدم من قبل بعض جمعيات أو منظمات الأمم المتحدة. لكن للأسف هناك يبدو لي في ضوء أخضر وفي موافقة وفي تعاون من قبل الممثل الأمم المتحدة غريفيث الذي انتهت ولايته وتم تعيين بالأمس ممثل جديد للأمم المتحدة، للأسف كان متواطئ مع ميليشيات الحوثي، والأمم المتحدة أيضا متهمة بأنها متواطئة عبر ممثليها سواء غريفيث أو جمال بن عمر أو ولد الشيخ الذين وقفوا للأسف الشديد ولم يوضحوا للعالم من متسبب في ما وصلت إليه اليمن. وبالتالي هناك إجماع إعلامي وسياسي دولي على تعدي هذه الميليشيات، لكن للأسف هناك تواطؤ من بعض الدول من تحت الطاولة لتبرير ما تقوم به للأسف الشديد الميليشيات، وكأنهم يعني موافقون على سياسة الحوثي في المناطق التي تحت سيطرتها.
عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز يوني يمن الأستاذ صالح الجبري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.